من يحارب الكورونا في المشافي ومغرد يحارب الخرافات على الموقع الأزرق. استشاري الأمراض الباطنية دكتور عمر الحمادي، أهلا بك في المغرد. أهلا وسهلا أخوي عمر، وأنا سعيد بتواجدي معك في هذه الحلقة. 9 سنوات من التغريد، 20,000 متابع و 11,000 مشاركة على تويتر، ما تعبت؟ ليش أتعب؟ هل أضاف الموقع الأزرق إلى العالم دكتور عمر الحمادي؟ أنا لست بعالم، أنا باحث عن الحقيقة. طيب هل نقدر نقول أو نسألك، هل أنت عالم باحث عن الشهرة؟ ليش باحث عن الشهرة؟ الإنسان اللي يكتب في تويتر ويغرد في أي مجال من مجالات التغريد، هل هو باحث عن الشهرة؟ أنا أسألك، ولا باحث عن التفاعل؟ أنا أسألك أنت، هل تصنف نفسك كباحث للشهرة؟ لا طبعا. طيب. أنا إنسان دخلت تويتر من أجل التفاعل، التفاعل هذا أما أني بقدر أغير حد أو أن في حد بيغيرني. هل تعتقد تويتر من الممكن أن يغير أفكار المتابعين؟ بكل تأكيد. هل هذا شيء مشاهد؟ هل تغيرت أفكارك من خلال تويتر؟ نعم. طيب أنت تقول على صفحتك أو تعرف على صفحتك بأنك استشاري الأمراض الباطنية حتى إشعار آخر، شو تقصد؟ قصدت أني ضد الكورونا حتى إشعار آخر. شو يعني؟ قبل ما يدخل علينا الكوفيد أو قبل الجائحة كنت أغرد في المواضيع الفكرية، المواضيع اللي لها علاقة بالخرافات بالأساطير، المواضيع النقدية. من دخل الكورونا قلبت هذا الكتاب وأغلقته وفتحت كتاب مقاومة الجائحة، فانخرطت منذ اليوم الأول في يعني خط الدفاع الأول من أجل مقاومة الجائحة. لذلك كان كل شغلي في هذه السنة اللي طافت في التغريد وفي الكتابة وفي تصوير مشاهد تخص الكورونا، لأن أشعر أن هذه الآن هي الأولوية، والمعارك الأخرى كلها صارت معارك هامشية. عندك تغريدة تقول فيها إذا تلقيت اللقاح ولم يأتي فحص الأجسام المضادة بالمعدل المطلوب بنسبة عالية فلا تقلق، هناك سلاح آخر يبدو أنه يؤدي وظيفة الحماية بصمت ولا يقاس بالفحوصات العادية، وهو سلاح الخلايا التائية. وضح لي وللمشاهد شو هو هذا السلاح؟ اسمه سلاح الخلايا التائية، تي سيلز التائية. التائية هنا شو هو؟ أول ما عطينا اللقاح كنا نقيس كمية الأجسام المضادة بعد ما نعطي اللقاح. في الأوقات العادية يوم تصير إصابة أو يوم تأخذ لقاح الجسم يولد مناعة، هذه المناعة تقاس على شكل أجسام مضادة. ففي البداية كل اللقاحات كانت تركز على قياس أجسام مضادة. بالتوازي مع ذلك طلع مفهوم آخر عند العلماء، أن في هناك خلايا تائية ممكن تؤدي وظيفة الحماية. فإذا جاء فحص الأجسام المضادة سلبي، ما هذا ما يستلزم أن الإنسان ما عنده مناعة ضد الفيروس. طيب ما نستغرب أن هاي المعلومات كثير من الناس مش على درايبها؟ شيء طبيعي.